فنانة صفاء جلال، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكم، منورين دايما ليالينا، منوره ليالينا دايما، منوره فعاليات ملكه جمال مصر. تقولي ايه المتسابقات النهارده؟ كلهم زي الاعمار ما شاء الله، جمال وكلهم قد بنتي يعني، فقدامهم مستقبل كبير جدا، ويا رب ان شاء الله اللي تفوز تقدر تعمل حاجات مختلفه، تقدم حاجه مختلفه تفيد بيها بلدها، تبقى نموذج جيد وجالب للسياحه والناس انها تهتم بمصر وانها تيجي مصر وتزور مصر. الدنيا حلوه قوي يا جماعه في مصر دلوقتي، فدي بتشجع برضو على السياحه. طيب واللي مش هيحالفها التوفيق هتقول لها ايه؟ هارد لك، ممكن تلاقي نفسك في حتة تانية خالص، ممكن تبقي ممثلة شاطرة، ممكن تبقي بتشتغلي في كارير تاني تنجحي فيه، مش نهاية العالم ان الانسان ما ينجحش في حاجة، لا ممكن ربنا كاتب له الاحسن في حتة تانية. على المستوى الفني بتحضري ايه جديد؟ والله لسه شوية، لان انا لسه مخلصها ايام، كان بيتعرض على شاهد وبيتعرض على ام بي سي وفاضل جزء، ولسه مخلصه مسلسل اسمه ورق التوت، برضو مسلسل مهم جدا. ايام طبيعة الشخصية ايه؟ الدور ايه؟ دي غلبانه جدا، دي ست مدرسه طيبه، نموذج للمراه المصريه المكافحه البسيطه اللي بتحب جوزها وبتحب اولادها. هو انا بعتبر دور بسيط قوي يعني. في ليالي في ورق التوت بقى مختلف تماما. ايه طبيعه الشخصيه؟ واحده مرات بواب وعندها نصبه شاي وست متبهدله وعندها عيال كتير وفقر وغلب وحاجه حزن الحزن يعني، هتعيطوا عياط جامد يعني. ازاي رسمت الشخصيه دي؟ يعني نزلت الشارع شفتيها، ولا بالخبره، ولا بالممارسه، ولا بالتعامل الانساني بتخزني في الذاكره؟ انت طول الوقت بتقابلهم في الشارع، طول الوقت بتلاقي الست اللي واقفه على نصبه شاي في حته في موقف شعبي او حاجه، مظاهر البؤس والشقاء على وشها يعني، طبعا الدور من غير ميك اب خالص ولا من غير اي حاجه. احساس الشخصيه نفسها كان لازم ان الواحد يستعد له، لان هي من جوه موجوعه قوي قوي قوي. هتلاقي حتى انا قلت للمخرج يعني حسام علي، قلت له انت ليه جايبني كئيبه كده، انا تافهه جدا يعني، بس ان شاء الله يعجبكم باذن الله لما ينزل. طيب وايام بقى رسمتيها برضو ازاي؟ جبتيها ازاي ايام؟ لا ايام شخصيه بسيطه جدا، ما احتاجتش اي مجهود، هي عارف اللي هي المدرسه اللي بتدي دروس بسعر رمزي عشان تساعد جوزها على المعيشه، وبتخاف على اولادها وبتحبهم ومستحمله حماتها الغلسه، فشخصيه ما كانتش محتاجه تجهيز كتير يعني. ليه؟ عشان شبهك الشخصيه دي شويه؟ عشان شبه ستات كتير جدا، مش انا بس، كلنا كده. وتستحملها حماتك؟ حماتي الله يرحمها بقى، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، بس كانت ست جميله جدا الله يرحمها يعني. على المستوى الفني راضي عن خطواتك الفنيه ومشوارك الفني؟ الحمد لله، انا في خلال ال 25 سنه اللي اشتغلتهم قدمت اعمال مختلفه، قدمت اعمال محترمه، قدمت اعمال الناس فاكراها لغايه دلوقتي، ده فاكرين من ايام ضوء شارد وامراه من زمن الحب وفاكرك يا ناسيني، وبيفتكروا حاجات دلوقتي، واخرها كانت سابع جار، كان عامل بومين جامد. والحمد لله بحب لما اقدم دور جيد يعجب المشاهد ويرضيني انا كانسانه كأم وزوجه، والحمد لله اعتقد ان انا محققه ده. عارفه توزني ما بين دورك كأم ودورك كفنانه ولا صعب؟ الحمد لله، الحمد لله قادره اعمل ده. ولا الزوج بيغير شويه يقول لك لا اقعدي وشو؟ هقول لك على حاجه، انا مش بشتغل كتير عمال على بطال، انا بشتغل الحاجات الجيده يعني، لما بيجي لي دور بشوف ابعاده النفسيه، بشوف هو الدور ده لو انت شلته من المسلسل هل المسلسل يكمل عادي، ولا المسلسل هيبقى فيه حته ناقصه. لو انا لقيت نفسي في الحته الناقصه دي وبكملها وبشتغل فيها كويس قوي قوي قوي، ربنا الحمد لله بيكرمني، وبعدين بريح شويه بقى، بقعد مع البنات، بقعد مع جوزي، فالدنيا ماشيه. دايما الشهره براقه، بحس انك انت فيك عندك كونسبت الرضا، هل ده فعلا جواكي، ولا انت خلاص عشان التوازن ما بين الشغل وما بين البيت خلاص انا راضي بكونسبت الرضا ده شويه؟ هم 24 قيراط هتاخدهم 24 قيراط متقسمين في كل حاجه في الدنيا، صحه وسعاده ومال واولاد ونعم من ربنا كتيره جدا سبحانه وتعالى، فانا راضيه. وبعدين انا مؤمنه بحاجه مهمه جدا يعني، لو الدنيا كلها اتجمعت عشان تعمل حاجه ربنا مش راضي انها تحصل، عمرها ما هتحصل يعني. تبقى مثلا انا بحارب عشان دور معين، ممكن المسلسل كله يقف او العمل كله يقف، او انا يحصل لي حاجه قبل العمل ما اعرفش اخشه، فهم الحمد لله ال 24 قيراط انا واخداهم وراضيه بيهم الحمد لله. ليكي صديقات في الوسط الفني، ولا انت خلاص بتتعاملي في اطار الزماله؟ بصوا كلهم حبايبي يعني، انا بس يمكن بحب اكتر مثلا استاذه سوسن بدر، الاستاذه صفاء التوخي، استاذه ألفت امام، سيمون، فليا تركيبه كده في الناس اللي بحبهم. شبهك قوي. ما احنا كلنا شخصيات شبهك جدا. وفاء صادق يعني كده يعني. شايف الجيل ده اتظلم شويه بصراحه؟ الناس كلها شايفه ان الممثلين شاطرين وعندهم ادوات محاضره، بس اتظلموا فنيا، انت مع ده ولا؟ هم مش اتظلموا فنيا، احنا قدمنا اعمال جيده جدا، كل واحده فينا مقدمه اعمال الحمد لله راضي عنها جدا. الفكره ان الماركت بقى مختلف،
السوق محتاج مجهود مختلف غير المجهود اللي احنا بنعمله ان احنا نمثل كويس. فبس في النهاية يعني هيحصل ان شاء الله خير ولا يصح الا الصحيح. ممكن عشان تقصيركم شويه في السوشيال ميديا ما بقاش انكم انتوا بتعملوا الدور تروحوا والناس تشوفوا دلوقتي لازم تشتغل على السوشيال ميديا وتروجي وتتكلمي خالص ماليش فيها خالص. ليه كده ما تتعلمي الولاد الصغيرين علموه؟ معرفش بقى. بص بحاول تلاقيني كل فتره كده اروح ايه يا محمد علي مقومني بالعافيه عشان اجي الحفله يعني. انا بحب اقعد في البيت واتفرج على التلفزيون بشوف زمايلي عاملين ايه. اتفرجت على منعطف خطر كان جميل جدا، اتفرجت على وش وظهر كان رائع، اتفرجت على ريفو، اتفرجت على ريم اسمه ايه اللي هو بتاع مالك اللي هو بيمبو بيمبو اه. ودلوقتي بتفرج على الليله وما فيها، ده برده مسلسل جديد برده يعني فيه دراما كده وفيه سسبنس، فبتفرج اهو بتابع. يعني بتفرجي وبتتابعي؟ طيب ده حاجه جميله جدا. هل ده من نوع المشاهده الممتعه ولا مجرد انك انت بتسلي وقتك ولا بتتعلمي؟ انا بحب اتفرج على الاعمال الجيده. انت بتيجي دلوقتي هو شاهد واتش عاملين لك حاجه لطيفه قوي ان انت بتيجي في وقت معين بتشوف المسلسل كله مش هتستنى حلقات. فالمسلسل الجيد بيشدني جدا طبعا، والممثلين العباقره اللي عاملين الادوار الجميله قوي دي انا مبسوطه بيهم، بشجعهم بقول لهم مبروك على الاعمال الحلوه اللي انتوا عاملينها. تحياتي لكم بالتوفيق. ميرسي جدا لزار، ميرسي جدا، ميرسي.